السلام عليكم حبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير على خير. ما كتشوفوا اختكم البارح، شوف هذيك اول حاجه، شكرا لكم على الدعوات. البارح ما كملتش صراحه الزبين، جاني واحد الحريق باش كتي عليكم، صافي هوت ضربت من نفسي، ما بقاش تنتحرك، ما عرفتي واش لحاسه كتمحني كطول في الحوايج ولا الله اعلم. المهم الحمد لله يسمحنا من الوالدين يا ربي الحب، هذا حال المراه ان شاء الله يكون باقي عايش شهر ونرتاح واحد شويه. الدوخه النعاس بعدا كيجيني بالطون، النعاس بعدا انا ما كنشبعش من النعاس، الحماله هذه جاتني على النعاس الصراحه، والله الا كنقيله جلاد برتاسي نقي النعسه ونبات نعسه ومتوحبي في يقني. المهم دابا كان عندي دابا طروبقه خدامه، خدمت في الصباح عاد هودنا افطارنا. ايوا هاد الحوايج كنشروهم البارح ماريو ومروه، شوفوا نشري، ماشي نشري الحوايج، عي حطوهم فوق السلم. اكو حاجه كنقيها بوحدي، ديال الحوايج جبني نعدلهم بحدهم وديالنا بحدهم، هما لا هما خلطوا بدخاهم بديالنا. ولكن كاين اللي دابا اللي شتا، كاين اللي ما شتا فشي. ايوا عمرت عاوتاني واحد التعميره اخرى باش عن ننشر هادي، شوفوا بقيت اللح بزاف ما عرفتش علاش. وفاطمه عاوتاني هي جات، اجي تشوفوا هنا واحد المنظر صراحه، اصلا دابا سبحان الله الجو تبدل، الربيع بقى يطلع واحد المنظر ما نقولكمش، والله الا النفس كتفتح. الحمد لله على كل حال، الله يرحمنا يا ربي حبيب الشتاء شي اللي كاين. وفاطمه خدامه هنا كتنقي الخضره، فاطمه خدامه كتنقي الخضره باش نرجعوا الغداء يطيب ان شاء الله يا ربي. ايه ضروري ان شاء الله، الله على منظر تجيني مع راسك. والله الا يا فاطمه يا اختي تجاعري، الدنيا دابا بقات زيان، اصلا هي الدنيا غزال ولكن دابا بقات زيان. صافا ودري جيب هاي الزروقه، يا الخضوره تزرع بكري اللي حالتي للناس كل شيء. والله الا الزروقه غزال. شوف الزنقه كيفاش رجعت بالربيع، تبارك الله عامره ربيع، شوف تبارك الله عامره ربيع. واخا صابون ديال الماكينة بقيت قضالي، باقي عاشي جوج تسبينات هيدا صافي. وتبارك الله شحال شكارة ديال الصابون شحال كتقوز لي أنا، والله إلا تبارك الله شحال كتقوز، ست شهور والله إلا كيقوز. ولكن حيت شغل هذا التسييق وكلشي كنستعمل غير الصابون ديال التداخل، ولكن الماكينة عندي خاصة تسبن ديال الماكينة، مكنعمل بيها شي حاجة. انتم انا ما كنعدل لا خلايل لا والو الصراحه، كان عندي العالم من الخلايل ولكن ملي كيجي الريح طراق مشات. اش محمد علي فين هو؟ فين هو؟ داروم ورا الدواقين. محمد علي هان 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 محمد علي هان ما شافكش. اسمع اسمع غير فين الله علي محمد علي هانا 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 شفتني طيب. المهم دابا الحبايب ديالي جاوا معايا باش انا اول حاجه نرجع للغدا يطيب ونكمل معكم الشغل ديالي. يلا سلم هذا باش تكون عارفين، هذا مهم في الدار بزاف، اي حاجه تحتاجوه بدلو شي بولطه ود كلشي جاي تدعلقوها في الدار، المهم بزاف الحوايج كتحتاج. شوف هادي دائما دابا الدور كتشوفوها عندنا مع الريح هنا، عرفتوا علاش؟ عندنا على حسب دابا مع الضوء، بعض المرات كنتوما عارفين كيضعف بزاف، دابا ساعة كنهبط كنقطع شي حوايج هنا في الدار باش كيجهد واحد شوية، والهدا ديالو هي هادي، انتوما عارفين السلاح وصافي المعاناة مع الضوء، حتى حين الله نشوفو نعملو شي طاقة شمسية ولا شي حاجة مع الوقت. هاي 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 واقيلا فيك النعاس، واقيلا فيك النعاس، واقيلا واقيلا. شوف 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 اللي فرحان اللي شافني، شوف
بوسه بوسه ها اش لها انا ماجي المراه اصبر مالك يا ربي السلامه اجي لها ناجي لها انا اصبر اشي كان مقدم ها انت ها السلام عليكم اخوتي كيف انتم لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ديما ابوني ديما اللايكات والجيمات وابوني ديما 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 جيمات ارحم الوالدين ديالكم شكرا لكم بزاف اختي الصباح جات بكري جبرتني الله كان فيقو جوز محمد علي باقي ناعس عايس مع الصوت ديالها ويعلي راسه ويفيق صباح الخير رضوان كيف صباحتي لاباس بخير الحمد لله هود لهنا هود في ماشي هود لهنا صاحبي ايوا هود لهنا واحد الملعقة هذا رضوان دابا نغسل الدجاج واخا عندي مغسولين الدجاج مع الخضرة ولا كيفاش؟ نعدل الدجاج بالرز مفورين مبخرين مبخرين كون هاني ما كاينش الليده كون هاني هادشي اللي كيعجبني انا هذيك الحاجه اللي ما فيهاش الليده ما فيهاش الليده انتم الدجاج عندي مغسولين ولكن دابا خصنا نزيد نعاودو بالغساله ملحه والطرونج الصراحه واعر للهادي بحال الليمون واحسن من الليمون صراحه للدجاج كيجيبهم فاتيين بصح عرفت شنو وقع لنا في هادي دابا هادي هادي كيسحب لنا حنايا بقى ما ضالينا كيف كانت في الاول ولكن المشكله انا اللي عملت هو ان هي ملي في الاول ديالها ملي كانت صغيره كانت ملقمه كاين الناس اكثر فيكم كيعرفوا التلقيم شنو هو كاين ما كيعرفش يعني نشرح لكم الناس اللي ما كيعرفوش التلقيم شنو هو التلقيم هو انك كتكون واحد القله مثلا شي حاجه اخرى من غير مندالينا وكيجيو ليها الفلاحه وكيلقموها بمندالينا بواحد العود مهنا وعود مهنايا باش كطلع مندالينا وديك الشيء اللي كانت في الاول هي ملي كانت صغيره كنت شريتها انا ملقمه مندالينا رانا ديك العام الاول ما بغاتش تكبر شنو عملت لهنايا زدت ليله وقطعتها على القاع ما قطعتهاش من هنا من التلقيم باش تبقى مندالينا لا قطعتها على القاع يعني حيت لا ديك التلقيم هاد مندالينا وطلع الطرونج دابا ملي كبرت الناس حاب اللي بقى مندالينا ملي كنكتشف دابا جبرناها الطرونج ولا مزوقه حمراء ولا اهلا الله شافي يا توحشاك محمد علي تبارك الله يا عمو ساقي مما شكون هذا؟ شكون هذا اجا؟ شكون هذا؟ قول له عمو انا مروح اكرم اكرم جي عود ها هو بوس 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 اوه اكرم اجي بوسني يا صاحبي سلم العمو اجي اجي الله 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 يعاون الله يجيبك السلام او محمد قول انها راح دروش هذا حظ قول انها الراحه تاع نص هذا الصبح والله العوج والله العوج الله يودي انا الراحه السلام عليكم المشاهدين كيف صبحتوا بخير مزيانين صح لاباس هانيين ضخمين مع راسكم نتمنوا تكونوا في احسن الاحوال تحيه للناس اللي خارج في ديار المهجر تحية لهم جميعا واحد واحد العائلات والأسرة اللي كيتبعوا القناة دعمي علي ويصال ويا سيدي وتحية الجالية الخليج العرب والشينوا الصين الشعبية والهند تحية كاملة شوفوا ولات هما تبارك الله شوفوا الخير شوفوا قد شوفوا 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 اللهم بارك عاك هذا العام طلعت لنا الرايه والله الا حجت لنا شحال وصل دابا الكيلو 60 درهم انا عزيزه عليا بزاف انا كنقول لها ديما كثر كنقول لها كثر كثر التومه شويه نهار قسمنا مع الحسن طلعنا صافي نزلنا في الشفا ضربوا البال كان سخون وضربوا البال لا لا بدور
السادس حار. السادس. وما يكون في التحضير كيفاش بالكم؟ خامس. خامس ولا السادس؟ السادس. السادس ولا الخامس؟ لا. ثم هو عندهم هان زان زان مع راسو قال عنكم إما في الخامس ولا السادس. باي. شوفوا هنا هاد الدرج هذا ما وريتهمش هاد الدرج ويصل انت وقيل شفتوا هذا ما صبغاتهم ويصل عودتهم بالصباغه لا لاحظتوا كيفاش كانوا مقشرين شوفوا كيفاش رجعوا واعرين دابا شوف الروز ودابا جبت الروز بسمتي اللي عند الروز العادي هاد الاولي ما عندوش يعدل هذا انا الروز العادي ما عندي شي غنعدل الروز الطويل انا دابا غسلته بسمتي صافي اه يا مش هي بس هاد الاتجاه هذا اللي واعر نقول لك في الريشه والحرمه هذيك وسيانه ما بقيش اخص عالم ربي يرحمنا هذيك الراويه اللي طاحت سبحان الله ويدها دبت كامله واش دابا هذوك نحطهم في البور ما يتبخروا ما يتبخروا نغطيهم بالراس ما كاين يتبخر بكل شيء غنطيب الراس نص طيبه ديك الساعتي كل شيء يتبخر مع بعض محمد ها هي حوحه الميكاخرا عاوتاني هذه هذه صافي هذه بديتي ديك الجوج اللي كانوا منزلين محمد ليه برافو عليك صور شحال كاين عندنا الدجاج وهادشي اللي كتشوفوا هو اللي بقى لنا هنايا كلشي مات ماشي عادي عندنا وهنا في الدوار الناس كاملين مسؤولين من الدجاج عندنا دار واحد المارض بداو الدجاج كيموتوا محمد ماشي سيب ديك هذا دز بالحشاكم لان عندنا واحد الحفره تما صارنا واحد الحفره تما بعدناها شويه باش ما تجيش النسمه ولا شي حاجه هما اللي كيقوار بزاف كنحرقوه انا اليوم كان عندهم عسى على المكانه وجاو نعسوا الغزلان عسى على المكانه عسى بكري ناضوا بكري مشاو قراو ملي جاو مساكن عاودوا فيهم النعاس اخليهم ينعسوا بدي هضر لكم على مريم ومروه لكن البارح تبارك الله عليهم عملوا الشغل في الليل نعسوا حتى للجوج تاخذ الكوزينه ومسكوها القشوع كاملين وسيقوا الكوزينه والسطاح والله ما عندك ما تسالي السطاح حقا اسمع اسمع شوف صاحبي شي شط اسمع شوف شي شطبه كبيره وديها غرصه تما عرفتي قداش دعم لك تما حدا الدار وكم فيكم ما نعرف ماشي انا حاجه واحده ولا الدراري من قوائبون هنا كانوا شدوها وشدوها صح برافو عليك والله الا ليك شي اللي كاين بالله الدراري من اللي كانوا كياخذوا لنا هنا الفول قصوها بالفاس وتفرعات وشدوها بالميكا ولكن قبستها قبس دابا هذا خصنا نطيرو بالميشا خصنا نطيرو ايوا مسوسه ما والو ميشا رواح ها تفرع شوف باينه باينه ضربوها بالفاس بالفاس وشدوها لكن قبست والو صافي نخلي لعاه ثلاثة هادو طلعوا مخيرين ملي كبروا عاد يفرعوهم اللعمة هادي مزيان الجوار أصلا تي تبارك الله فيها الكرمص هاي 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 على الزين ديالي هاي على العمار ديالي باي باي هادي وشنو كيقولوا لك هذا حاجكم هذا خصني نطلعو يان الخاص انا غرست الخاص ديال الصطام لي فيه وعايش مخير الخاص اللي منوع زعما هي نوره تصور هي منوره وتصور من الصيف ياك واخرى قبست كامله سبحان الله وهذه عاشت وشفتها بقى زرقاء ما بغاتش يدير هذه وزدت لي نقشتها ورويت هذيك النهار سقيتها شوف سبحان الله دابا عمل الغله شوف نوره والله الا نوره شوفوا هاد الدالية هادي اللي هاد الدالية هادي اللي شريت هادي اللي كتشوفوا هادي ماشي بحال الدالية اللي عندنا هنايا اللي لاصقه في الدار هذا ديك العنب الابيض الغليظ الموسكا كنقولوا الموسكا احسن عنب اما هذيك اللي عندنا بلديه في هذيك العنب الرقيق كحال ولكن هادي عاد تكون ان شاء الله احسن دالية هنايا مع الوقت ان شاء الله يا ربي عرفتي بشحال شريتها هادي وهادي شريتها ب 40 درهم ها هي والله لا غاليه غاليه
ولكن عندها واحد العامين ان شاء الله تبقى تجيب الغله. هايتك عامين ادري شو حوايج تجيب الغله. داليا داغية كد فعلا. هذا عرفتش من الرومان هذا هو ذاك السفري اللي بيض الغليظ اللي كنكونوا ماجين فاس كنجبروه تما كل فري من حتى الطرق كيبيعه. وين هذا؟ جي تبارك الله هنايا الربيع برا دا كيفاش من راسك ديك هذاك النجم مزيان اللون بزاف بحال هذاك كيتباع في مرجان كيتباع كرطونه ديالو عرفتي هذاك شنو كيعمل لهم هذاك الا كان فيهم كلا شي حاجه مثلا بسمومه ولا ماشي مزيانه كيتقيوها الا كان شي حاجه فيها مكرش ومغشوشه واعر بزاف على شي كنحماق عليه والله الا تشوف دابا غنحشي السيف ارطغرل في الجوا ديالو رويتيهم اختك دروي هاد حب الملوك شمن ربيع ديك القصبان المعدنوس كرافس ديك شويه الخاص الله يحكي عطيني فيه هذاك هو اللي خصو يتسقى ضرور غنقول له دابا سقي هاد حب الملوك نقول له من هنا واحد اربع ايام خمس ايام نقشو ان شاء الله ليك الخاص هانتوما الحبايب ديالنا من بعد ما فزكنا الرز واحد 18 دقائق عملناه غير نص طيبه ماشي طيب كامل هنا الدجاج ديالنا هما طابو عملت لهم ليك مطيشه وليك الجعده اللي بغى الفلفل يعدل اللي عنده الجلب يعدل اي حاجه عندكم في الدار عدلوه دابا غنزيدو الرز عندنا الدجاج انتم علي بقى كيقزز فيها والله لحشو ما علي شد فيه عرفت شنو نحيد لك دابا منه عرفتي نحيد منه دابا حمير الفرن هذا عبلي صاحبتي نحيد منه شفت بزاف يا التعالق كيقولوا وصل خليتي العيل في السطح وراه يقدر يتكركف في الدروج راه عندي في السطح عندي الدرجه عاليه ما يمكنش ينقز عليها بالكروسه لا ما عندي الدرجه عاليه الدرجه عاليه عندنا من الباب السطح عاليه ماشي السطح ديريك يعني السطح النيشه للدروج لا كاين واحد الدرجه عاليه عندنا الدرجه عاليه يوصل الى يحبس كاين هما ما داو ما جابوا فيها ما شافوهاش هذاك ما شافوهاش يا يعني رجعتوا للفيديو وشفتوا مزيان وحققتوا على بالكم الدور والله الا كاين مي يقول لي صراحه محمد علي ولدنا عندي طيح قلبوا عليها هذه الزاجه عندك فرع يده صافي بس مشى فيها ماله هاي قلت لي مريم جابت لي ما فيها كذا قطعت واحد الشطبه انا مشيت نجر بحال هكا بس مشى فيها صافي معك منزله هنايا حزاب لي اختي هذيك راه دقيتي مزيان لا ها انتم دابا لا ترجع لكم هيدا باش باش تبان لكم هاي عاد شنو نطيح لي عاوش يتم ها انتم الصراحه يا الصراحه الزنقه زاد تدور والله والله لا هذا خلي هذا غليط هذا ماشي هذا خلي هذاك ساعتي تا ساعه عوطوا لك ساعه تعرف اش بنقولوا عدلوا شي حبال ولا شي حاجه عاوتاني بلات باش نتغداو بعدا بسم الله لا حط عليها الطبس واعر صراحه كيجي واعر شوف وحتى الرز ما كيجي لا معجل لا والو ها نتوما لا لا حبه يلا هاجي واجي واش محمد علي فاق اجي اراحك واجي يا شفت واعر كيفاش مثلك خويا تا هيدا جات بحالي مقلوبه المقلوبه نوض من النعاس نعاس وفاق صباح الخير يا مروه
صباح النور. مريم صباح الخير. عليك بعد نعس. نعس في ثلاثة ساعات. وزيادة. واحدة ولا أربعة؟ ثلاثة ساعات نعس. شحال نعسوا؟ شيل الحب هذا العين. فيه حب هذا العين. فيكم ما شفتوا دابا راه قلت مزيان نشبل لكم. هذه اللي كانت هابط على هنايا تشبرت واحد السلك من هنايا هي رجعت عاليه دابا. وهذه عاوتاني اللي كانت هابطه من هنايا لتحت حتى هي عملت واحد السلك تما علقت مع خوتها. المهم باش عاودت مزيان دابا. داخله مريم حتى هذا. هاي مش حصلت باش نقلبك شي رقيق انت باش الطابه انت اتيكا اتيكا دابا فيقتو من عصافي طويها الملاطي علاش باقين عندكم في الارض يلا طويهم دابا ندخل نجبرهم ماشي مطويين تفهم معاكم يلا بلاتي 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 نتاعك خاين شو انتينا دخل ديك الشي بلاتي في دابا مزيان صافي دابا شو عاد تجي تلهي تشوفو داك شي حاجه ما يتجمع حتى معاك.